بعد ما وصل الدراء صباح الخير شيف. صباح النور. بلشنا بتيستينج لنوع من الكحول الغير شكل الأغمانياك، خاصة هالإنتاج مميز جدا. بحب لكم إنه كمان مدعوم منيح يعني بالألكول. رح نعمله، رح نمزج اثنين مثل ما فهمت، رح نشتغل بيش بوشي. صح. يعني الدراء يلي بتأشر بينحفظ على الشكل ولكن بينسلق بسيرو. أوكي. أول شيء فيك بتسلقه بالماء وبعدين بترجع بتحطه بالسيرو بالقطر، والقطر لازم يكون خفيف لأنه بدنا نضل يكون مطعم. أكيد بده يكون مطعم. حاطين له، فينا نحط له فاني، فينا نحط له قرفة. أنا هون اليوم مختار حط قرفة وحط ستار أنيس أو الباديان. أوكي. وورقتين ثلاثة بازيليك بتعطيه طعمة كتير طيبة، بس المهم ما يكون يطلع كتير حلو لأنه نحن نحافظ على الطعمة تبع الدراء. ما بدنا كثير نوع معين من الدراء، مستوي فج اكيد اللي يكون مستوي اطيب، لانه كمان حنا نجرب نقشرها للدراء. اورايت، هيدي هي. لكن ريسيبي سهله، بدها بس هيك واحد يعرف كيف يتصرف. فجينا شيف كيف بنبلش، كيف هلا نهتم بهالدراءات الاكسترا اللي عنا يون. كمان بخصوص الارمانياك، الارمانياك هو الافضل ينحط على البارد، ما ينحط نحن وعم نعمل السيرو. على البريد فينا ننكه الدراءات. اوكي. وبس يعني نعطيهم البارفان الارمانياك. اوكي. هلا اول شيء رح احط المي. اعطيك قنينه رح تستعملها كلها؟ لا، اخذت شوي. نعرف لوين رايحين. بعدنا ما وعينا مضبوط. مي والسكر. قطر لكن مي سكر. مي وسكر. هذا السر. طيب مع لانه هو بحد ذاته بدك يعني يا اما بوظه ما هيك مزبوط، بس فيك كمان تحطه على كيك، سبونج كيك. أكيد. او نوع بسكت. او اكيد فيك تحطه على كيك تارت، مع تارت كثير طيب نحط معه اكيد كريم باتيسير. نحن رح نحط بوظه على سحلب مع فستق حلبي. حلو. بيلبقوا مع بعض الفستق الحلبي والباش والابريكو، بيعملوا جود ماتش. اوكي اوكي. اليوم رسات سهل كثير. اوكي. فينا كمان مع هذا الطبق اللي عم نعمله فينا اكيد نحط معها او نقدم معها يا بسكوي يا اما مادلين، بيربقوا كثير مع بعضهم. بس مادلين اذا عملناها مع العسل كمان بتلبق كثير. شيف بونجور، انتوا كملوا، انا مشغوله شوي. تفضلي. مشغوله بشو؟ مشغوله شوي بمطبخ. اوكي. هول اوراق البازيليك. لكن الحبقه رح تبركت نكهه، تعدل كمان شوي الطعمات الحلوه بشيء شوي. اكيد. اوكي. هدول الستار انيس. بنرجع بنذكر المشاهدين، الستار انيس هو من الباديان هو ينسون، بس من بنسميه ستار انيس. بس هو منه ينسون، نوع ينسون. هو من الفاميلي تبع الينسون. اوكي. رح حطهم بقلبه. رح حط شو تحضري رانيا؟ هيدا سونز الكور. انا بتمنى يعني بس كفيل شيء شوي قوي. اوكي. اهم شيء هلا بس تغلي المي، ننزل الدراءات بقلب المي والسكر، السيرو اللي عملناه بننزلهم فيها. لكن بدك تقشرهم من بعد ما تسلقهم. اكيد اكيد افضل، حتى اذا كان الشغل نظيف. التقشير يعني هلا بدنا نجرب، يعني افضل للطعمه او افضل للتقشيره؟ افضل للتقشيره. اوكي. بنرجع بعدين من بعد ما نقشرها بنرجع بننزلها بالسيرو. أوكي. بنتركها بقلب السيرو لحتى تشرب مزبوط، يعني هو الافضل لحتى تقدر تشرب مزبوط. بدك تتركها بالقليله هي وسخنه، ما تكون عم تغلي لانه بتغلط. اوكي. هي ما وسخنة. ما بتعرف كانك كنت توقعت تقول لي انه لا نقيهم يكونوا بعدهم قاسيين الدراءات. اذا قاسي ما فيك تقشرها، بصير بدك تقشرها تقشير بالمقشره وبصير
بعدين هي انه بدك لانه هو الدسير كله مبني على طعمه الباش لو تكون واصله لل ايه انه اذا كانت منا مستويه ما هو ما في شيء بالصحن الا الباش ومشان هيك انا عم بقول لك انه فيك تقدم معه يا مادلين يا ماشي نوع بسكويت مادلين عملناهم سوا لحتى ابرش بحلقه سابقه كانوا كثير طيبين صح رح ابرش برشه حامض كمان شوي صغيره نزلون هلا اوكي رح حط البازيليك معه هالقطر يلي شو الفتره اللي رح نسلقهم فيها ماشي شي حوالي دقيقتين مش اكثر بس لحتى تصير تقشر معنا القشره البرانيه وبنرجع بعدين بنشيلهم بس نكهه القطر بعدين بتستفيد منها يعني هالقطر فيك تعمل شيء فيه بحط سيرو بقلب الصحن يعني مع الصحن بدي اقدمه بتحط يعني اذا حطيتها بصحن بده يكون صحن لل اذا بدك للسوب اوكي بينحط وبينحط سيرو بده يكون مثل ما قلت لك بده يكون كثير خفيف يعني نحن للليتر المي حطينا 200 جرام سكر اللي هو كثير خفيف على عكس نص كيلو تقريبا ايه اقل للليتر المي 200 جرام سكر يعني بينعد كثير خفيف هلا بنجرب نشوف بعد ما بتقشر شوي صغيره هلا انا قاشر كم وحده جد محضر ايه اكيد وشفت كيف بغير لونها شوي صغيره اوكي هلا اذا بتشم الريحه كثير حلوه لانه السيرو هلا بلش ياخذ طعمه القرفه والستار انيس وكمان البازيليك اللي حطيناهم الوراق اوكي بلشت هلا بتقبع هلا نحن بس ناخذهم حتى نقدر نشتغل فيهم رح نحطهم تحت المي المسقعه شوي صغيره بعدين نجرب نقشرهم نرجع بعدين اذا بدنا فينا ناخذ شويه سيرو بنسقعهم بنحطهم بقلب الصحن بنقطعهم للباش وبنعمل ديكوراسيون انا كمان بالتقديم جايب معي كريم شانتيي حاطط مع اكيد شوي صغيره فانيه كمان لنعطيها طعمه طيبه ورح نقدم مع الجلاس على سحلب وفستق حلبي سوبر اوكي اهم شيء ما نخلي السيرو كثير يغلي بس نلاقيه هيك شوي غلي بنرجع بنخفف النار لانه كل ما بيغلي كل ما المي بتتبخر كل ما بيرجع بيصير القطر بيصير سميك بيصير بيغير الدنسيتي تبع القطر بيرجع بيسمك بيسمك نحن كنا عم نتركه يبقى خفيف صح بيرجع بيصير كثير حلو يعني ما بدنا نحن يحلى اوكي هلا رح اخذهم وحطهم تحت المي المسقعه شوي صغيره اول شيء المي المسقعه بتوقف الكويسون تبعها لحتى ما تغلط كثير بس بدنا نتاكد بالاول انه اذا صارت بتقبع القشره شفت كيف عمليت صارت بتقبع القشره اوكي رح احطهم هلا وحطهم تحت المي إذا في تلج كمان بيكون أفضل مي وتلج هذا من تكنيك البندورة لما بدك تقشرها صح سقطها مي مغلية وقفها بمي وتلج وبتسحبها بسهولة صح أوكي بس رح نفرجي هون المشاهدين إذا أخذناها للدريقة شوف كيف عاملة إذا بنعملها هيك
دغري أبعيد بكل سهولة بيبقى شكله نظيف صح إيه لك لونه شو حلو مستوية وأكيد طعمتها كتير طيبة إيه هيدي التانية لو شلناها قبل بوقت وما كانت بتقبع الإشرة كنا تعذبنا فيها كتير وكانت خبصت معنا يحي هلا بكل سهولة عم تقبع هيدي الثالثة بيرفكت اوكي ما بعرف سقطوا بالقطر ابدا في سقطهم هلا شوي صغيره بس لحتى يعني بعد ما حطينا مي عليهم لنبردهم ما بنكون رجعنا خسرنا بلا فينا نرجع نسقطهم شوي صغيره هلا نحن الافضل انه نحطهم ونتركهم اربع خمس ساعات او ست ساعات ليشربوا مزبوط السيرو مش على حراره بس كنقع لا بنحطهم هن والسيرو هن وهيك سخنين بالبراد اوكي تاخذ الطعمه تاخذ نكهه القرفة وكل اللي حطيناه هون بقلبها اوكي هلا للتقديم رح اجيب صحن بلش تحضر البرزنتيشن يا للبرزنتيشن هين اليوم ها ايه سريعة وخفيفة حلو النهار الاحد ما تكون كثير كومبليكي اوكي بصير فينا ناخذ وقتنا بالتيستينج بعدين هلا انا اللي جايبهم معي ها المشاهدين فاكرين رانيا مركزه على التليفون بس هي عم بتتابع هون شو عم بيصير وعم بتحسب قديش وقت تيستينج بعد قد ايه بنتفضل ما تحكي بليز اوكي اورايت من بدنا نقصهم؟ ايه رح نقصهم هلا انا قاصص من قبل اوكي هدول بنستعملهم كمان القرفه وكل شيء حطيناه مشان نزين فيهم فينا ناخذ اكيد بعد ما يكون سقع السيرو فينا ناخذ شوي صغيره من السيرو نحطهم بقلب الصحن بهالطريقة هلا اخر شيء رح نحط الارمانياك كم نقطة بس لحتى نشتغل على الطعمة فردو فإذا almost ready آخر ثواني من التحضير لكيف بنقدم هالطبق كريم شانتيي مع الفاني مع فاني بوزة على سحلب فستق حلبي نكهات تلبق مع بعضها صح. أنا برأيي خلينا نوقف هون أو بالأحرى نكملهم يلا يعني بتيستينج بالتيستينج أوكي لأنه صرنا جاهزين يعني last touch قبل الدواء خلينا ناخذ بريك سريع نرجع على تيستينج رانيا بتنضم لنا بندوق سوا see you after the break الو عم تشوش لي افكاري ليه كنت مركزه على شو الأكل باش بوشي باش بوشي زي بالنسكافيه لأنه شكلها بدها دوز كافيين قوية باش بوشي بونجور شيف بونجور
بوست بيتش. رح نحط لهم شوي صغيره ارمانياك نقطه. جرب قولهم ورا بعضه. بوتش بيتش. بوتش بيتش. اوكي. رح نحط الكريم. هلا هي اكيد بعدها شوي سخنه. قديش سلقنا الدراء شيخ؟ ماشي بس غليناهم لتقشر القشره. ايه قرفه فاني. قرفه وستر انيس. رح نحط هلا الجلاس. البير فيه خبر شيء. بليز خبر شيء. بدي اقول لكم شيء انه البير كثير 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 قوي بالحلويات كمان. شيف يو هاف تو بي براود بالبير. اكيد. لانه عطاني رسات هذيك المره طير العقل، حطيتها اصلا انا عملت لك تاك كمان. عملت تاك مضبوط. كانت هينه ها؟ كثير بس بدي ارجع اخذ رسات لانه ما سجلتها. اوكي. وانت قلت لي انه ما مش حاطط قبل مع فواكه، بقى حطيت انا سيريز كانت بتجنن، بفتكر فينا كمان نحط بيتش او إيه اي شيء ثاني على الوجه او بقلبها يعني. هالويكند كمان مثل ما كلكم بتعرفوا ابتداء من كم يوم واليوم اخر يوم، فاللي عباله يطلع على الجبل شوي يغير جو. مش حيلا جبل، مش حيلا جبل اكيد زعرور. جبل زعرور بريزورت الزعرور ليك سايد فيستيفال يلي عم بيصير حول هالبحيره الحلوه كثير. فنانين، مطاعم، نشاطات للاعمار كلها. للولاد كمان اهم شيء يعني للناس اليوم مش بس للولاد، اكيد في للولاد ولكن اشياء اشياء للكل يعني اللي عباله يطلع بالهوتر بالون، اللي عباله يشتغل شوي يعمل روينج بالبحيره بالليتل بوتس. في اكتيفيتي سبورتيف على كل حال فوق بنقدر نستفيد من الطقس الحلو من 12 ل 9 بالليل اليوم. للأشخاص اللي كمان بعد ما قرروا شو بدهم يعملوا مع العائلة، تمام نهار بجنن عائلة بامتياز بفتكر البير. كانوا المنظمين عنا من كم يوم وخبرونا كيف التدابير السنة حلوة كتير، السهولة اللي واحد بيوصل للمكان، الباركينج فاسيليتيز، الشاتل سيرفيس اللي عم بيصير، فهالشيء لأنه هالليك سايد فيستيفال عم بياخد نجاح أكثر كل مرة أكثر من التوقعات، فهالسنة كانوا أكثر من حاضرين لاستقبال كل الأشخاص اللي حابين ينضموا. الأريا على كل حال وسعت والطقس أهم شيء، بس بدي أقول إنه الطقس بجنن بيطير العقل والمسافة منها كثير بعيدة، فـ اتس بيرفكت لليوم الأحد صيفي. ونحن دائما بنقول البير كمان لكل الناس اللي عم يجوا من الخارج أو حتى للناس اللي بلبنان بياخذوا أوقات فرصهم بالصيف، مش غلط نعمل شوية سياحة داخلية يعني طبعاً. مناطقنا بتطير العقل وكل البلديات يعني فعلا عم تشتغل لحتى تكون عم بتقوي الانماء بكل المناطق. تحية لهم، تحية لكل الأشخاص اللي عم يشتغلوا بالفستيفالات، بيعطيهم ألف عافية يعني. شغل صعب وبفترة زمنية قصيرة كله بده يكون بأداء وبأفضل حالة ومنضل منقزين يعني. يعني هيدي بدها شوية كمان شجاعة أنه يتجرأوا يعملوا فيستيفال، يستقطبوا فنانين من الخارج كمان، لأنه أوقات هيك بنكون شوي خيفانين من الوضع الأمني الاقتصادي السياسي بلبنان. الحمد لله كله تمام، وإن شاء الله نضلنا استعبل هالفترة. يلا شو قلنا؟ بيتش بوتش؟ بيتش بوتش. بوتش بيتش. باش بوشي باش بوشي مع شيف شارل كمشي صار فيه. بلش تدوق اولا هالبوظه على ايه فستق وهيك. طب شايف ليش انت ما بتدوق معنا يعني؟ عم حضر الصحن الثالث. اوكي اذا هيك اوكي. يعني ما بنتوقع تكون طعمه هيك مزبوط، ما انطبق يعني بعدها محافظه الدراقه على الفريشنس تبعيتها. ايه مش انه انسلقت وصارت كونفيت او هذا كان الشغل اللي كنت عم بشرحها، انه ما لازم كثير نخليها تنسلق بقلب المي، من بعد ما تنقشر فينا نتركها بقلب المي مسقعه يعني مسقع السيرو بس لناخذ البارفان، ما بدنا اياها تهلوط. طيب شيء كثير طيب ولو لانه هي مستويه اوريدي. شيء كثير شيء كثير خلينا شيء كثير بسيط بس شيء كثير طيب لانه صح بوزه طيبه. الكريم باتيسيير اللي عملك كنت عم تقول لي انه حطيت انت ماسكربوني مع
مع الشانتيي مع الشانتيي مع ريل فانيلا فطعمه ريل كريمي تيست اند بيتشز اكسنت ف هل دسال كثير بسيط كانه سلاد فري على يعني كثير صيفي هلا صح كثير خارج عشاء كمان مزبوط عم تخيل هيك بالجاردة مع هيك ما بينصح كثير اهم شيء انه مش اكيد لا مش اكثر من غيره هلا هي الباش يعني اخذت شوي صغيره سكر لوقت عملنا سيرو هلا اكيد الايس كريم فيها شوي صغيره فيها شوي فات منه يعني نو نو ما فيها خلص بعمل ديناي على الموضوع عم تفكري بين صدر كنافه مثلا وهي ديزرت لا ديفينتلي لايت وسوبر لايت هذا بس في هوا هون شباب بدي اسالك شيء كثير رايق اليوم شو القصه مين انا في شيء مشروع هيك اليوم شغل لك بالك دوقوا ارمانياك على بكره دقت ارمانياك و ورق تمام وشي شو مشاريعك لليوم ما قطعت الزارور اذا قدرت ايه انه حسب الشغل حسب الشغل يعطيك الف عافيه شايف على كل حال مشاريعك كثيره بالصيفيه يعني اكيد لكل المتابعين بيقدروا يلحقوك على السوشيال ميديا صح ميرسي البير اوكي بريك ونرجع كمل بريك